ما لقيتش شغل في شركة تانية جاي تسحب الاستقالة؟ لا، أنا جاي أعمل إخلاء طرف وأخد الملف بتاعي. إخلاء طرف؟ يعني لقيت شغل تاني؟ بصرف النظر لقيت شغل ولا ما لقيتش، أنا عايز الملف بتاعي. حقك. أنا كمان قبل ما أمشيك من شركتي لازم أخد حقي. في سلفة اديتها لك أول ما جيت تشتغل عندي، عايزاها. أيوة بس الفلوس دي مش معايا دلوقتي. مش مشكلتي. سدد لك المبلغ على دفعات. اسفه جدا، انت اخدتهم مني دفعه واحده، فلازم ترجعهم برضه دفعه واحده، زي ما انت عايز تمشي من عندي دلوقتي دفعه واحده. ايوه، ما انا قلت لك ان المبلغ ده مش معايا دلوقتي. خلاص يا عيسى، ما قدامكش غير حل واحد، انك تمضي لي وصله امانه. بقيمه المبلغ اللي خدته منه.